عشان انتم ابدا يا مصريين ما تحسوش ابدا ان انتم بتطلعوا قدام. ومهما نتعمل مهما نتعمل يتقال مفيش امل. لا لا لا، انتوا مش واخدين بالكم ان المصريين عندهم، انا بتكلم الاخرين، مش واخدين بالكم ان المصريين عندهم، ودي كلام مش كلام معنوي انا بقوله للشعب المصري، لا، الشعب المصري عنده من القدره من الوعي والذكاء انه يقدر يميز جيدا الطيب واللي غير طيب، الحسن وغير الحسن، من غير احنا ما نتكلم حتى. فالتشكيك في كل انجاز، وخلوني اتكلم على كم موضوع كده. نيجي نعمل مشروع قناه السويس على ان احنا بنرفع كفاءه وتصنيف القناه وبنجهزها انها تكون قناه تجابه التطور اللي هيتم في التجاره العالميه على مدى 20-30 سنة اللي جايين، ونخلص الكلام ده في سنه، وده امر غير مسبوق. يطلع ناس يقول لك دي القناه بتخسر. طب انت ما تعرفش دخل القناه كام، وكمان مساره فين؟ رئيس هيئه قناه السويس وهيئه قناه السويس تاخد الفلوس، تحصل الاموال دي وتحولها للبنك المركزي. ملهاش عليها سلطان اكتر من كده. يعني هي تحصل الرسوم وتحولها للبنك المركزي، والبنك المركزي زي ما قلنا كده ان هو يحولها الى اموال بالجنيه المصري الى وزاره الماليه. الدوله بتتحصل على قيمه الخدمه اللي بتقدمها في قناه السويس. وطبعا لما كنا قبل اثناء التجهيز للاحتفاليه كان بيتم نقاش، نتكلم في الموضوع، طبعا نكلم الناس ونقول لهم الحقيقه ايه عشان يمكن يكونوا محتاجين يعرفوا ايه اللي بيحصل.